مرحبا. نتائج الضرب وتعنيف الكلاب، الخوف من البشر، الخوف من دخول بيته وحبسه لفترة طويلة، الخوف من الدرج، الخوف من أي صوت غريب، الخوف من الشارع، كل هاي أدت أنه من وراء الضرب والتعنيف. أتمنى هذا الفيديو تكون عبرة لكل واحد أنه يقول أنا أدرب الكلب بالعنف. طبعا أول مرحلة أنا اشتغلت في هذا الكلب أنه خليته يطمئن من عندي وأنه ما يخاف من عندي. مرحلة ثانية خليته يكسر الخوف من أنه يدخل بيته. مرحلة اللخ أنه خليته يكسر الخوف من نزول الدرج. وآخر شيء أنه يطلع للشارع، بس الشارع يحتاج لأنه فترة أطول، أنه عمود يكسر خوفه أقل شيء مرة الصبح ومرة بالليل نطلعه. عمود يظل يشوف عالمه هواية ويشوف سيارات ويطمئن من الحواليه وأنه يحس أنه ماكو شيء خطر عليه. فأتمنى أنه تعجبكم الحلقة وتشوفون شون أنه من البداية للنهاية شون تم تدريب هذا الكلب. إن شاء الله تعجبكم الحلقة، لا تنسون باشتراك واللايك. We'll be right back.